أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قصتنا النهاردة كتبها لنا عمر نجيب. أنا اسمي إيهاب، عندي 20 سنة، عايش مع أمي وأبويا وأخويا الصغير عبد الرحمن اللي عنده 10 سنين. قصتي بتبتدي لما اتنقلنا لبيت جديد في بلد ريفية علشان ظروف شغل بابا. وصلنا المكان وكان عبارة عن بيت دورين، أقدر أقول إنه إلى حد ما حلو، كلهم مبسوطين ومرتاحين ويعني متحمسين جدا إلا أنا. مش عارف، في حاجة مش مريحاني من البيت. بعد التظبيطات وبعد ما استقرينا في البيت خرجت أتمشى أنا وأخوي عبد الرحمن. اتمشينا شوية لكن كل الناس اللي كانوا شايفيننا أنا وأخوي ماشيين عمالين يبصوا لبعض ويتكلموا. كل ما اشوف 2 ماشيين الاقيهم يبصوا لنا ويكلموا بعض، اشوف واحد ماشي لوحده الاقيه مركز معانا جدا. هل احنا شكلنا غريب لدرجه ان الناس تنتبه لينا بالمنظر ده؟ المنطقه صحيح اللي البيت فيها الرجل خفيفه فيها جدا، لمحت راجل عجوز عامل زي الدراويش، لابس جلابيه وحاجه زي سلسله كبيره كده ومعاه سبحه في ايده. كان قاعد على حاجة زي المصطبة وعمال يتحرك يمين وشمال وقدام وورا. قلت له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام ورحمة الله، خلي بالك من أخوك عبد الرحمن يا إيهاب. هو أنت تعرفنا؟ ما ردش تاني. حضرتك تعرفنا؟ بدأ يقرأ قرآن ولا كأني واقف. خدت أخويا وكنا خلصنا على وشك دخول البيت ودخلنا. تعشينا وقعدنا شوية وبعد كده دخلت نمت. صحيت من النوم على صوت ضحك أطفال. الصوت كان جاي من الصالة. خرجت برا الأوضة أدور على مصدر الصوت لكن مفيش. رجعت الأوضة تاني، سمعت الضحك بيتعاد لكنه كان ضحك غريب، مش ضحك الأطفال اللي احنا بنحبه. والمرة دي كنت بسمعه وأنا صاحي، والضحك تحول لصوت غريب مخيف ممزوج بصوتات. طلعت تاني أدور على مصدر الصوت. كنت لما أطلع الصالة ألاقي الصوت جاي من الأوضة، أدخل الأوضة الصوت ألاقي جاي من أوضة تانية، وبعدها تلاشى وسكت. يوم الصبح واحنا قاعدين نفطر سألت الكل، هو انتوا ما سمعتوش صوت غريب كده بالليل؟ بصولي باستغراب ورد بابا عليا وقال لي صوت ايه؟ قلت له كان في صوت اطفال بتضحك وصوت قطط وصوت غريب كده. قال لي يا ابني احنا في قرية، لازم تسمع صوت قطط ولازم تسمع صوت بني ادمين وتسمع صوت كل حاجة. قلت له لا يا بابا، الصوت كان جاي من جوه البيت. فبابا بص لماما وقال لها يمكن في قطة اتحبست في البيت. قلت له طيب وضحك الأطفال، صوت الطفل اللي كان بيضحك ده كان ايه؟ على العموم يمكن بيتهيألي. خلاص 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 حصل خير. الباب خبط، لقينا حد من الجيران جاي، وتقريبا بابا كان اتعرف عليه قبل كده، واللي فهمته من وقفته مع بابا انه بيعزمنا على الغداء. وفعلا رحنا اتغدينا عندهم في نفس اليوم. أسرة مكونة من 3 أفراد، أب وأم وابن، طفل في سن عبد الرحمن أخويا اسمه جمال. وإحنا بناكل ميل جمال على عبد الرحمن وقال له بتحب الحواديت؟ قال له آه بحبها طبعا. قال له طب هوديك لحد يحكي لنا حواديت وحواديته حلوة قوي. قال له هو مين؟ قال له سيدي عثمان، ده بيحكي حواديت حلوة قوي. فأنا تدخلت وقلت له ومن نوع يخرج بره ما ينفعش. اكتشفت وهو بيكلمني ان البيت فيه فرد رابع مش هيخرجوا ولا حاجة. بعد ما خلصنا اكل جمال اخد عبد الرحمن
وخرجوا بره الأوضة اللي كنا قاعدين فيها ودخلوا أوضة تانية. خلاص كلنا بنتكلم وندردش وأنا مش واخد بالي ولا حد واخد باله إنها في حاجة بتحصل عادي. خلاص شوية لقيت عبد الرحمن جاي وباين على وشه إنه سرحان شارد ما بينطقش، وجاء عندي وقال لي أنا عايز أروح، عايز أروح عشان أنام. قلت له يا حبيبي حاضر هنروح، بس بابا وماما قاعدين بيتكلموا مش هينفع دلوقتي. بقول لك عاوز اروح. اخدته وروحت انا وهو ودخل نام وطول في النوم. وعلى بالليل قعدت على سريري اقرا شويه، كهربة البيت كلها اتقطعت ونفس ضحك الاطفال سمعته تاني، ولكني كنت سامعه جنبي وصوت نفس حد جنب وداني. مديت ايدي بالراحة وحسست على الكومودينو اللي جنبي، لقيت الموبايل اخدته علشان انور الكشاف. لسه بضغط على الزرار في ايد مسكت ايدي، ايد بردة متلجة. صرخت ورميت الموبايل في الأرض. الكهرباء رجعت جت تاني، لقيت الموبايل على الكومودينو في مكانه. سمعت من بره صوت ماما عمالة تقول مالك يا ابني، في ايه يا ابني، في ايه يا ابني مالك. طلعت أجري لقيت عبد الرحمن قاعد بيعيط وماما اللي كانت بتكلمه. شكله وحش قوي، عاوز يموتني، عايز يقتلني. حاولت اهديه، قلت له هو مين، فصلي، ومعلقش. ولقيت عيني عماله تتحرك في كل ارجاء الاوضه وفي كل ركن في الحيطه. اللي هو ده، هو ده اللي عاوز يموتني. هو بابا بدا يقرا قران وعبد الرحمن برضه بيعيط، وعمال كل شوية عيني تبص على السقف وعلى الحيطان وانا بص ومش شايف حاجة. قلت له بقول لك ايه، ما تيجي تنام جنبي النهاردة. قال لي العفريت مش هيخاف، حتى لو انا نايم جنبك هيجي. قلت له عفريت مين؟ سيدي عثمان، هو اللي هيموتنا كلنا وهيموتني انا الاول. يا حبيبي محدش يقدر يعمل لك حاجة. واخدته وقعدنا في الأوضة، وطول ما هو قاعد عمال برضه يبص حواليه. قلت له هو جه هنا ولا ايه؟ ايوه جه، هو واقف وراك مش هيعمل لك انت حاجه، هو هيموتني انا وبيقول لك امشي من طريقه. هو شكله ايه؟ عينيه بيضه خالص وطويل جدا وما عندوش شعر، عنده ضوافر في ايديه طويله خالص حاططها على كتافك دلوقتي. لما قال الجمله دي حسيت معرفش من الوهم ولا ايه بحاجه زي حراره شديده في ظهري. اتلفت ما شفتش اي حاجه، رجعت بصيت لاخويا تاني قلت له يا ابني مفيش حاجه. ما لحقتش اخلص الجمله لان في حاجه خبطتني على ظهري بمنتهى العنف لدرجة ان انا وقعت على الارض. قمت لقيت عبد الرحمن نايم ومبرق عينيه على الاخر، وعينيه بيضة تماما وما عندوش ولا شعرة في راسه، وصوابعه طويلة نفس المواصفات اللي كان بيوصف بيها العفريت اللي بيشوفه. انا اتشليت مكاني، الشكل اللي عبد الرحمن كان بيوصفه بقى عليه هو. وقام قعد وابتسم لي وعيني مفتوحة على الآخر وهي شكلها الأبيض ده. بعد ما قال الكلام اللي أنا مفهمتش منه حاجة، عبد الرحمن اترمى نايم على السرير ورجعت ملامحه الطبيعية تاني.
فضلت سهران جنبه للصبح، ولما تعبت نمت. صحيت من النوم ما لقيتوش جنبي، خرجت بسرعة اطمن، لقيت ماما بتقولي. جينا الصبح نطمن عليه لقيناه سخن جدا، فاخدته علشان اعمل له كمادات وهنوديه للدكتور كمان شوية. وديناه بالفعل للدكتور واداله خافض حرارة ودواء، وقال دي ممكن تكون نزلة برد او نزلة معوية. واحنا مروحين خلاص وداخلين على البيت، سمعت صوت حاجة زي طبل جاي من البيت بتاع جيراننا. خليت عندينا في البيت بابا وماما واخويا دخلوا، ورجعت وبصيت من الباب بتاعهم اللي كان متوارب، شفت ناس عمالة تلف حوالين نفسها، حاجة عاملة زي الزار، وعمالين يهزوا راسهم جامد، وكل شوية حركتهم تتغير، مرة تبقى سريعة مرة تبقى بطيئة. قلت ايه العالم المجانين دي؟ اتلفت علشان امشي، لقيت واحد واقف في ظهري، راجل عجوز دقنه طويلة ولابس اسود، ما تكلمش لكنه خرج منه صوت غريب. طلعت اجري، دخلت البيت وقفلت عليا الباب، دخلت لابويا قلت له كل اللي بيحصل لاخويا ده اكيد بسبب اللي اسمه سيدي عثمان ده، البيت اللي جنبنا بيت الجيران اللي رحناه ده فيه مصيبه بتحصل. لقيته بيقول لي والعمل؟ قلت له بكره الصبح نروح ونواجههم نقول لهم انتوا عملتوا في اخويا ايه. قال لي وليه بكره الصبح؟ يلا دلوقتي هنروح. بنفتح الباب علشان نخرج، لقينا نفس الراجل الدرويش اللي شفته قبل كده ونبهني وحذرني وقال لي خلي بالك من اخوك، واقف قدام الباب. ابويا بص لي وقال لي هو ده؟ لا 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 لا، ده راجل طيب، راجل طيب يا بابا استنى. خدنا على جنب انا وبابا وقال انا اسمي الشيخ محمد، عثمان ده دجال ومخاوي وبيستغل دايما الاطفال في انه يسخرهم علشان الجن. في جن بيبقى طلباته دايما اطفال صغيرة علشان النقاء بتاعهم، وعلشان سيدي عثمان الدجال يحقق كل اللي هو عاوزه، ما عندوش اي مشكلة انه يسخر اي طفل علشان يحصل على اللي هو عاوزه. بابا قال له لو حد لمس شعرة من ابني هقتله. قال له ما هو لمس، هو اللي ابنك فيه ده انت شايفه طبيعي؟ خد عيلتك وامشي، انا ما اقدرش اقولك ان انا هقدر اسيطر عليه، انا كل اللي بعمله انه كل ما بيحاول يسيطر على طفل او يعمل فيه حاجة انا بعالج الطفل. قلت له وليه هو مش بيأذيك يعني؟ قال لي بفضل الله وبذكر الله. قلت له الحل؟ قال لي دخلوني عند اخوك. دخلناه وبدأ يقول الرقية الشرعية، اخويا بقى يتنطط ويخبط في الحيطان ويصرخ، وصرخاته ما كانتش صرخات طفل ابدا، وعمال يزعق ويقول سيبوني سيبوني، عايز اروح لسيدي، سيبوني اروح لسيدي سيبوني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ويشفيك من كل داء ومرض. وقالوا جلد ما شفتم علينا، قالوا اتقوا الله اذا اتقوا الشمس كل ساعه تجينا وشكرا. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يعلم. لماذا تخرج؟ لا تخرج، ابقى فيه، ابقى فيه. مالك؟ لحد ما وقع في الأرض و
وهدي تماما. الشيخ بص لأبويا وقال له: الجن اللي على ابنك خلاص مش موجود، تاخدهم وتمشي دلوقتي. أبويا قال له: خلاص الصبح إن شاء الله أول حاجة هعملها همشي. بقول لك دلوقتي تاخدهم وتمشي. ومشي الشيخ، ولمينا هدومنا وحاجتنا ومشينا. لكن هل الموضوع هينتهي كده ولا ارجع تاني؟ انتوا قولولي ارجع تاني علشان اعرف تفاصيل اكتر، ولا خدها من قصرها ومرجعش البيت ده تاني؟ اللي انتوا هتقولهولي انا هعمله بعد ما نروح بيتنا وخلاص ونستقر في حياتنا. ارجع احاول احقق وافهم ايه اللي بيحصل من بعيد لبعيد، او حتى اواجه، ولا زي ما بيقولوا بالمصري ابعد عن الشر واغنيله. اللي هتقولوه هعمله. خلصت قصتنا النهارده، والقصه الجزء الثاني انتوا اللي هتحددوا اذا كان بطلنا يرجع ويشوف ونعرف التفاصيل اكتر، ولا يبعد عن الشر ويغنيله زي ما قال. في التعليقات مستنيكم تقولولنا نعمل ايه. شكرا. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها، علشان يجيلك كل تنويهات القصص اول باول. بنتمنى لك استماع ممتع واقصى درجات الرعب. قناة احمد يونس على يوتيوب. قناة احمد يونس على يوتيوب.